على مدار 3 أيام انطلقت الانتخابات الرئاسية 2024، الاستحقاق الأهم والأبرز والأرفع في الحياة السياسية المصرية، حق أصيل لكل مصري ومصرية أن يختار بمنتهى الحرية من يحكمه لست سنوات قادمة. بحسابات الزمن هي 72 ساعة، نحن في اليوم الأخير والساعة الأخيرة منها قبل غلق صناديق الاقتراع، لكن بحسابات الوطن الأمر مختلف. نحن أمام مساحة مصرية خالصة تتجلى فيها عبقرية الشخصية المصرية من حيث المشاركة الإيجابية لكل أطياف المجتمع، ومن حيث اليقظة والوعي اللافتين والانحياز لوجه الوطن فقط دون غيره. مشاهد حين نتأملها منذ بدء العملية الانتخابية تدعو للفخر والزهو والاطمئنان على مصريتنا. هي مشاهد تحمل العديد من الرسائل تقول لنا وتقول لهم. تقول لنا كمصريين إن هذا الوطن نابض وحي بأهله وشعبه وناسه، وإنه يدرك تمام الإدراك ما يحيط ببلادنا من مخاطر وتحديات في لحظة فارقة في عمر الوطن تمر بها منطقتنا. وتقول لهم للعالم كله: هنا شعب هو السيد دون منازع، هنا شعب قادر على صنع مستقبله وتحديد مصيره، هنا شعب يجسد الحكمة الفرعونية القديمة التي تقول: الكل في واحد والواحد في الكل. تغطيتنا مستمرة مع الساعة الأخيرة قبل غلق صناديق الاقتراع في اليوم الثالث من العملية الانتخابية. تغلق صناديق الاقتراع وتفتح أبواب أمل جديدة.